من الأخطاء في الصوم عدم تبييت النية لصيام الفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه النسائي. وفي رواية: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والمشروع من ذلك أن يبيت النية في نفسه من غير تلفظ بها. ثامنا: تعمد الأكل والشرب مع أذان الصبح أو بعده، والذي ينبغي على المسلم أن يحتاط لصومه فيمسك بمجرد أن يسمع الأذان. تاسعا: تخصيص هذا الشهر بالطاعة والاستقامة دون غيره، فما أن ينقضي الشهر حتى يعود بعض الناس إلى ما كانوا قد اعتادوا من المعصية والمخالفات، وهو خطأ عظيم يدل على عدم إدراكهم لحقيقة شهر رمضان وضعف تأثيره في نفوسهم، فإن رب الشهور واحد، والله جل وعلا حذر من معصيته ومخالفة أوامره ونواهيه في كل وقت، ولا يزال المرء يتقلب في منازل العبودية ومدرجاتها ومدارجها حتى يأتيه اليقين من ربه. عاشرا: اتخاذ هذا الشهر فرصة للنوم والكسل في النهار وما يترتب عليه من إضاعة الصلوات أو تأخيرها عن وقتها، والسهر في الليل على ما يسخط الله ويغضبه من لهو ولعب ومشاهدة القنوات، فتضيع بذلك على الإنسان أشرف الأوقات فيما لا فائدة فيه، بل فيما يعود عليه بالضرر في العاجل والآجل. 11: تحرج بعض الصائمين من أن يصبح جنبا وهو صائم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. 12: سوء الخلق وسرعة الغضب والطيش في نهار رمضان بسبب الجوع وخلاء البطن، مع أن المفترض أن يهذب الصوم أخلاق الصائم ويضبط مشاعره وانفعالاته، متمثلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، رواه البخاري ومسلم. 13: ما يلاحظ في أول الشهر من كثرة المصلين والمقبلين على العبادة وقراءة القرآن، ثم لا يلبث أن يتسلل الفتور إليهم فيخبو هذا الحماس في آخر الشهر الذي يفترض أن يضاعف فيه الجهد لما للعشر الأواخر من مزية على غيرها. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المأزر وأحيا الليل وأيقظ أهله، رواه ابن خزيمة في صحيحه.